استوى حكم الله، استوى، استوى تراصف قليلا. يعيشه المسلم ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى، من نعم الله أن وفقنا أن نعيش شهر رمضان. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر قبل رمضان يسألون الله أن يبلغهم رمضان، فمن بلغ هذا الشهر فذلك من فضل الله ونعمه عليه. ومن نعم الله علينا أن يسر لنا صيامه وقيامه ويسر الإنفاق في سبيله. ما تقدم من ذنبك قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فمن يفرحه هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى سيد هزبوه يوم القيامة، فيقف عند كل إنسان ذكر وأنثى، فقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عيب عيب أن يكون النبي حاشك يوم القيامة وغضبان عليك لأنك هجرت كتاب الله، فلا تهجر كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيك نص القرآن الكريم، ريد القرآن أفضل داي أفضل داي. The Prophet صلى الله عليه وسلم said recite the Quran will come as intercessor for its reciters. صدق صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لا تهجروا أن تعطي مما أعطاك الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفق من فق الله عليك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. استاذ من فق الله سبحانه وتعالى. الله will replace it for you. أنت مستخلف فيه. والله مولاي صلِّ وسلِّم.
فيا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي. صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كله مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. صل مولاي صل وسلم على حبيبك. في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير. اخترت طريق الله أنا. اخترت طريق الله. اخترت طريق هدى وسنا. اخترت طريق الله. اخترت طريق الله أنا. اخترت طريق الله.